وسهلا بكم من جديد. تحيه لكل اهلنا بالولايه الشماليه دنقلة، ويا ريت اللي جاي من هناك ممكن يجيب لنا معاه بلح او رطب كهديه. نحن بنقبلها زي ما دكتوره شهدي لما جات طالعه قامت اهدتني الورده دي، واكيد عندها وقع في نفسي يعني، وحاجه جميله كون زول يجي يجيب لك حاجه او يديك ليها، فبتحس احساس حلو يعني، ورود من الصباح واحساسه وجماله برضه بتغير المود. شكرا يا ورده للرفقة الطيبة، كتر خيرك أنسام. شكرا جزيلا. مقدرين جدا مشاهدينا، كانت مساحة صباحية ندية من الرياضة للصحة وأخيرا بالاعتذار وثقافة المهادة بين الطرفين في العلاقات الإنسانية. مقدرين جدا لكرم متابعتكم، مبسوطين جدا أن ننقل جهد زملائنا في الكنترول حتى الملتقى إن شاء الله في بداية الأسبوع. خلوا بالكم من روحكم وابقوا عشر على الوطن في رعاية الرحيم.
يا أمانة من كسل أيام فيها قلنا ليا لأمانة من شغل أيام فيها ليا صرتك الخيب عليها